السلام عليكم. نشأ المتنبي شاعر العرب الفحل في أسرة فقيرة غير متعلمة، لكن الله قيض له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات على قراءة الكتب دون مقابل. ويروى أن وراقا كان يلازمه قال: كان اليوم عندي، أي المتنبي، وقد أحضر رجل كتابا في نحو 30 ورقة لبيعه، فأخذه أبو الطيب ونظر فيه طويلا، فقلت له: ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون في شهر إن شاء الله. فقال المتنبي: إن كنت حفظته هذه المدة. قلت: أهب لك الكتاب. قال: اسمعها مني. فأخذت الدفتر من يده وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. ومن أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين ويستنقذهم من ظروفهم القاسية ويأخذ بأيديهم في طلب العلم، الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فقد حرص الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حماد على رعاية تلاميذه النابغين، فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على نوائب الدار، حتى أنه كان يزوج من كان في حاجة إلى الزواج وليست عنده مؤنة، ويرسل لكل تلميذ حاجته. قال شريك أحد تلامذته: كان يغني من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال: لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال من الحرام. وكان ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعهدها بالرعاية والنصيحة، فإذا وجد من أحدهم إحساسا بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه درن الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم. وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام فقال لي: يا بني، لا تمدن رجلك معه، فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب واخترت طاعة والدي، فسأل عني الإمام وتفقدني وقال حين رآني: ما خلفك عنا؟ قلت: طلب المعاش. فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي سرة فيها 100 درهم فقال: أنفق هذا، فإذا تم أعلمني والزم الحلقة. فلما مضت مدة دفع إلي 100 أخرى وكلما تنفد كان يعطيني بلا إعلام، كأنه كان يخبر بنفادها، حتى بلغت حاجتي من العلم، أحسن الله مكافأته وغفر له. وذكر الكردري أيضا أن الحسن بن زياد كان فقيرا وكان يلازمه، أي الإمام، وكان أبوه يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن غيرك، فاشتغل بهن. فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا وقال: إلزم الفقه، فإني ما رأيت فقيها معسرا قط. وربما لمح شخصا عالي الهمة تلوح من محياه أمارات النبوغ، فظن بموهبته أن تنفق في طلب الدنيا وشجعه على طلب العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال: إلى ما تختلف؟ فقلت: أختلف إلى فلان. قال: لم أعني إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف، أي إلى السوق، وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله. وعن مكي بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري قال: كنت أتجر فقدمت على أبي حنيفة قدمة فقال لي: يا مكي، أراك تتجر، التجارة إذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير، فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب؟ فلم يزل بي حتى أخذت في العلم وكتابته وتعلمه، فرزقني الله منه شيئا كثيرا، فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة
وعندما ذكرته لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. وربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا، فقد اكتشف حماد نبوغ أبي حنيفة وعلو همته فخصه برعايته وقربه من مجلسه مؤمنا أن يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة. انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفة، وعندما لمس فيه النجابة وسرعة الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه واحترم رأيه وشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي، ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة. فمما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة وألح في الجدل حتى احمر وجه حماد الذي قال لجاره واصفا صلاح تلميذه: هذا على ما ترى منه، أي من كثرة الأسئلة، يقوم الليل كله ويحييه. واستمر أبو حنيفة ملازما أستاذه 18 سنة ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة حماد. وربما كانت نصيحة عابرة من عالم مخلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به. كذلك الإمام الذي لقي نابغ كبير الهمة وقد جاور في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في التعليم والدعوة في بلده، فأرشده إلى تصحيح مساره بقوله: ليس هذا مكانك. وكان سبب أخذ الشافعي في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب، ثم أخذ في الفقه بعد. قال: وكان سبب أخذه في العلم أنه كان يوما يسير على دابة له وخلفه كاتب لأبي، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوته، ثم قال له: مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ فهزه ذلك، فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد وكان مفتي مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس. ولما رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، وفي رحلته مصنف مشهور مسموع، فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولازمه، وقال له مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. وفي رواية أخرى أنه قال له: إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفه بالمعاصي. وكان للشافعي رحمه الله حين أتى مالكا 13 سنة. وحكى ابن العلامة القرآني الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن أمارات النبوغ وعلو الهمة لما لاحت على والده في طفولته قال له شيخه: يا بني، إن العلماء يقولون إن من وجد من نفسه استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبا، وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك. هذا غيض من فيض من عجائب النماذج الناجحة في زراعة الهمة العالية في الأطفال. ومن الجدير بالذكر أن رعاية النابغين أهملت في أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن العشرين بسبب سوء فهم هذه المجتمعات للنابغين، ولعل سبب ذلك كان كتاب Man of Genius، أي الرجل العبقري، لمؤلفه لومبروزو، وكتاب Insanity of Genius، أي جنون العبقرية، لمؤلفه نيسبيت. وقد نشر الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن 19، وأثبتا فيهما العلاقة الوثيقة بين العبقرية والجنون، وقدما البراهين على أن النابغين مجانين. ثم بدأت فكرة الغربيين عن النابغين تتحسن بعد أن نشر تينمان كتابه The Gifted Children Grown Up، أي الطفل النابغ يرشد، سنة 1947، وقدم فيه البراهين على أن الأطفال الأذكياء أصحاء نفسيا وجسميا واجتماعيا، مما ساعد على تكوين رأي عام مع النابغين. وحتى منتصف القرن العشرين كان الأمريكيون يعتبرون رعاية النابغين ترفا تربويا،
ولم يبذلوا جهودا جادة في الكشف عنهم إلا بعد أن أطلق الروس أول مركبة فضاء سنة 1957، وشعروا بالخطر من تفوق الروس عليهم، فاتجهوا إلى رعاية النابغين واعتبروها مسألة حياة أو موت، وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتماع، وعقدوا المؤتمرات والندوات لتخطيط وتنظيم رعاية فئات النابغين وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات. وأنشأت كل ولاية العديد من المعاهد والفصول المتخصصة في رعاية النابغين في جميع المجالات، حتى بلغ عدد المعاهد حوالي 700 معهد تشرف عليها حوالي 300 جامعة في أمريكا. كما أسهمت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن النابغين ورعايتهم.